الشوكولاته والتمر مع حليب جوز الهند. يلا تمام. بدنا ملعقه ونصف كاكاو، ملعقه من الجيلاتين، نصف كوب معجون التمر، كوبين وربع الكوب من حليب جوز الهند، وملعقه كبيره من السكر، واليوم راح استخدم قطرات من جو سويت، ملعقه صغيره من الفانيليا. انا عندي هون كوبين وربع الكوب سخنتهم من حليب جوز الهند، ورايح اضيف هون الجيلاتين. جيلاتين على الحليب جوز الهند؟ نعم، نفس الكمية، ما تقطع الكمية طبعاً. دغلتك بس تحركي لنا إياه شوية بعد إذنك. طبعاً. عندي هون حليب جوز الهند سخن، رايح أضيف إيش طبعاً حبايبي؟ التمر. وباستخدام خلاط سونا رايح أنعم الخليط كله مع حليب جوز الهند زي ما أنتم شايفين يا حبايبنا. طلعوا كيف؟ الآن راح أضيف الكاكاو ملعقة ونصف، ذوبتهم مي، ومن ثم رايح أضيف الفانيليا، كمل خلط. هذا الخلاط كثير مفيد، فيكم تخلطوا أي شيء بطنجرته اللي هو طبعا من سونا، هاند ميكسر ولا أروع. أغلبك أعطيني ال نحن جاهزين. صبيت وكلا الله جلاتين. أحلى طبق ممكن تتخيلوه حبايبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت طبعا كرات تمر، غطستها بالشوكولاتة، وبعدين دحرجتها بلوز شرحات أو أي شيء، وهذا هو كثير هالزينة. هاي زينة كثير بسيطة، كرات تمر مغطسة بالشوكولاتة وغطستها باللوز.